ظلال إسبانيا الحارة، إنها أرض تشتهر بأغانيها الملتهبة عن الألم والرغبة، وكأن هذه الموسيقى قد ألفت خصيصاً للعناكب. تعيش العناكب في كل البيئات على الأرض تقريباً، وتكثر في مناخ جنوبي إسبانيا الجاف. ونجد هنا العناكب الكروية الشع والتي تشتهر بشباكها المذهلة. خيوط حرير العنكبوت من أقوى الأنسجة في الطبيعة، ومع هذا تتمتع بمرونة كبيرة جداً، ولا يزيد وزن خيط واحد يلتف حول الأرض أكثر من 340 جراماً. هذا الخفاش أكبر بكثير من العنكبوت ومجهز بسونار حساس جداً يمكنه من رصد وتفادي أي شيء في طريقه، أي شيء إلا فخ الموت المطلق. ومع ذلك فإن خيوط هذا الشع أدق بثلاثين مرة من شعرة بشرية. لا تحتاج العنكبوت التي ترمي الشباك إلى صنع شع، وتترك خيوطها تتدلى من الأعلى. تستعد للهجوم وتنتظر فريستها لتصل إلى منطقة الهدف. تأتي حشرة غير مدركة تماماً. سبق وتركت العنكبوت علامة على الورقة تساعدها على التصويب، وعندما تمر الحشرة تحت فخ العنكبوت تمسي فريسة سهلة. تقترب الحشرة، ونعم لقد وقفت على العلامة. استعداد، انطلق. تعطي نملة تائهة العنكبوت فرصة لتهاجم من زاوية أخرى، ومجددا تصيب الهدف، وتستعمل الحرير الآن للف فريستها لكي تأكلها. يبدو شع العنكبوت الحريري جذاباً ومرعباً في الوقت نفسه، ولكن بالنسبة إلى العناكب هذه عوامل حيوية تضمن بقاءها. خيوط الحرير بالنسبة إلى العناكب كالجناحين بالنسبة إلى الطيور، وكالدم الدافئ والفراء بالنسبة إلى الثدييات. قد تكون هذه الخيوط سبب نجاح العناكب الكبير. أنواع كثيرة من خيوط الحرير، ولكل نوع هدف خاص. تشكل بعض الأنواع امتداداً سائلاً لجسم العنكبوت. الخيوط الدبقة التي تمسك بالفريسة مغطسة بنقاط صغيرة من سائل دبق جداً يمتد على طولها. عندما تلامس حشرة الخيط ينتشر هذا السائل على جسمها كله، ويشبه إفرازات سميكة تغلف الفريسة عندما تتحرك في قلب الشع. وكلما قاومت الضحية أكثر قلت فرصتها في الهرب. عندما تعلق الفريسة بالشع تدرك العنكبوت ذلك مباشرة حتى وإن لم تستطع رؤيتها. تترك العنكبوت دائما قائمة على خيط يمتد حتى مركز الشع، وهكذا تدرك من الذبذبات التي تصلها ما يحصل بالضبط. وما يحصل لاحقاً يعتمد على مدى جوع العنكبوت.
أحياناً تكتفي بلف الضحية بخيوط حريرية لأكلها لاحقاً. أو تحقنها العنكبوت بجرعة مضاعفة من السم بواسطة أنيابها المجوفة. يحتوي هذا السم على مزيج من مواد كيميائية مختلفة، من بينها سم يعطل الجهاز العصبي ويشل الفريسة. وهناك مواد كيميائية أخرى تحلل الأنسجة وتبدأ عملية تذويب الأعضاء الداخلية. ولكن يبقى هناك سؤال يطرح نفسه، كيف تستطيع العنكبوت العادية أن تأكل وجبة كبيرة إلى هذا الحد بفمها الصغير؟ السر موجود بقاعدة أعضاء الملمس والأنياب التي تتمتع بسلسلة من النتوءات والأطراف المسننة، وتسمح لها بمضغ هيكل الضحية الخارجي القاسي. حول فم العنكبوت نفسه شعيرات قاسية وخشنة تشكل مصفات. بعد أن تقيء عصارتها الهضمية على الحشرة، تمتص الفريسة الذائبة كالحليب المخفوق. سهول الأندلس. هنا تحت الشمس الحارقة نكتشف الجانب المظلم من سلوك العناكب، لأنه حتى خلال التزاوج من الصعب جداً كبت غريزة الصيد. وقد يكون الحب مميتاً وبخاصة بالنسبة إلى ذكر. هذا الذكر صاحب الشع الكروي يجب أن ينتبه كثيراً عند الاقتراب من الأنثى. أول خطوة يقوم بها هي شد خيوط الشع ليرسل إليها إشارة تدرك من خلالها بأنه ليس فريسة. قد يكون حجم الأنثى أكبر من الذكر 100 مرة. وتملك الأنياب الطويلة سماً قاتلاً، وتستطيع الأنياب القوية الحادة تحويل الضحية إلى كتلة معجونة بلا ملامح. ولكنها الآن قد غطت شباكها بفرمون يشكل عطر الحب. مع أنها قد تكون متقلبة بشكل خطر، فقد تدفع رغبة جامحة هذا الذكر إلى مواجهة الأذى، ويتظاهر بالشجاعة مثل مصارع ثيران ويقوم بالخطوة الأولى. بشكل متردد جدا في البدء، يجب أن يتأكد له أنها تريده ولا تريد أن تأكله. يلامس قوائمها الأمامية، ونعم تتجاوب معه. ينسج شبكة شبه مخفية حولها ليتمكن من السيطرة عليها بلطف، ثم ينتقل إلى منطقة الخطر استعداداً للتزاوج. سبق وسحب السائل المنوي بمجساته من خصيتيه، ويدخل مجساته في فتحتها التناسلية. ولكن بعد زوال حرارة الجنس عند العناكب، لا يستطيع الذكر الاستمتاع باللحظة، وليس لديه وقت لسؤالها ما إذا كان الأمر قد راقها. يتأخر هذا الذكر لحظة واحدة فتقتله من دون تردد. ومع ذلك فقد كان صابرا جيدا وضحى بنفسه لتتغذى أم صغاره. تلف البقايا لتأكلها كوجبة خفيفة في منتصف الليل. ومع أن معظم الذكور لا تتعرض للأذى خلال التزاوج، يبقى الخطر كبيراً جداً لأن الأنثى